Those experiences have shaped the degree to which I've become committed to try to do something useful out of these experiences. ولد نبار أفيان عام 1962 في بيروت ضمن عائلة أرمنية اضطرت على غرار عدد كبير من الأرمن إلى التنقل من بلد إلى آخر هرباً من الإبادة الجماعية وسعياً منها إلى إيجاد ملجأ آمن لها. في سن 13 فر مع عائلته من الحرب الأهلية اللبنانية ووصل إلى كندا. بعد تخصصه بالهندسة الكيميائية في جامعة مكجل وحصوله على الدكتوراه في الهندسة الكيميائية الحيوية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، أسس شركة بيرسبتيف بايوسيستمز في عام 1989، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية. تزوج من المهندسة السويدية أنا جنارسون وأنجب منها 4 أطفال، وفي العام 2000 أطلق شركة فلاكشيب بايونيرينج، وهي شركة أمريكية لرأس المال الاستثماري متخصصة في العلوم. أصبح مواطناً أمريكياً في عام 2008، وبعد عامين شارك في تأسيس شركة موديرنا التي نجحت عام 2020 في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، اختير فيما بعد كأفضل لقاح من قبل المؤتمر العالمي للقاحات. نبار أفيان ليس رائداً علمياً فحسب، بل هو أيضاً رائد في الأعمال الإنسانية، إذ شارك عام 2015 في تأسيس مبادرة أورورا الإنسانية في أرمينيا التي تدعم المشاريع التي تساهم في تحسين الظروف المعيشية في البلاد. رجل أعمال ومخترع ومحسن ترفع له القبعة.